حماها اتعوي قد ابين تنعاودوا لينا احنا كمرسو ايوا خضرا خضرا بتحاي الف دورو الف دورو هاي ما كاش طوماطيز لا 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 غادي نضربو طرام منا روحو حتى ليستو طرام توجور ساشية ما تقيش ساشية تاعك نتاع قبيلة كسبتوني قصتها ما قصتهاش في جيبي ها في زوج ها قصها لا نتاع قبيلة نتاع ضروب نحوسو كاين الزبالة ونحطها في الزبالة باش ما نلوتوش البيئة ها وبال ما خسرنا والو فوالا قلت لكم منا غادي نحكموا الطرام حتى اللي يسطو ومن اللي يسطو حتى السوق راعل لي زاكار اوان طبعا حبة حبة ما رانا مقلقين ما رانا كان دخلوا للدار في خاطرنا صلوا الظهر تاعنا بإذن الله راح على الوحدة وثلاث دقائق اللي دازت ونديروا فيها سلايطة بالسلطة فيخت شوية طوماطوس بغينا مالوروزمون بغينا نجيبو الطوماط سيريز ما كانش كما شتو نديروا شوية تاع سلطة خضراء شوية بصلة ورانا فطرنا توفيق عن جداته توفيق خليته عن جداته واختارها خدامة خبغي نزلق هنا هنا باسكو الله كبر الحق الظهر ان شاء الله نوصلوا مدينة سيدي بلعباس نصلوا خاطرنا نخرجوا هاي طلعة هادي طلعة كي تعييني كي تجي طالع منا يا خويا هو ال طريق مستغانا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير سبحان الله واتوب اليك يا الله كما هاد العقبه كيتعييني يا محاينك كيجي طالع باش ندقى البطرام هنا في الارض مصطقع هنا يا العقبه كيتعيي هادي خويا عقبا يا محاينك اخويا مازال لا غلط والله
تعطشت والله انت هسه محاين. عقباية محاينك أميرة. الزاد نزلنا هنا فيت في كاينه واحد ينقضي واحد صالحة 5 مش عارف لقيت نلقاه محلول ما نقاش بحال المحلول داك المغازا هنا عند الاذاعه ديروا امتي تور فيت في مش بروفيت لوكازون مادامنا ما راناش رانا جوست اكوتي صعب قوم شي برد الحال وهران برود بصح بالعباس خويا حاميه ومش تاع لو كونترير وهران دافيا بالعباس بارده بدي زاد سمحوا لي كنت نهضر في الهاتف ما تما ما جي با فيلمي راك فاهم وراح هذاك الحانوت اللي حوست عليه مش عتبدل مش عارف عندك صافي لونطو ما جيتش ولا انا اللي تلفت غادي نعاودوا له نقطبوا الطرام رانا جاي من عند الاذاعه وجاي اوكي انا نقطبوا الطرام غير هنايا طالعوا ان شاء الله باذن الله حتى ليستو طالع درجة بدرجة البطرام هنا يا فاتنا يا محاين هيا معليش قرا واحد اخر شاك سامي كاين انطرا البيلات حركت باسكو في ديك لا ستاسيون تاع اللي عند لاغار ما كاش ديستريبيوتور دو تيكي ياك فاهم ما دايرينش وين تشري سي بوغ سا حركت قبيلات من هذوك علاش دوك نشرو في خاطرنا وتكون كل 5 دقائق راه كاين انطراف باش نتخلقوا في ديك لاستاسيون ماشي على قالين عند لاغارت ما مانيش عارف علاش ما دايرينش ديستريبيوتور دو تيكي ما فهمتش على انا بيزار داري دابا تشري تيكي ما كاش مين تشري تيكي كاش مين تشري فاهم دو تيكي من هنا وصاي اللي في خاطرنا ما نقول لك راه اون بليس راه برد الحال عمان هو اللي يفشلك ويقلقك ويعييك فاهم راه في خاطرنا نقرا الطرام هو اللي كتبه لنا الله عز وجل صراحه انا كاع ما تخلصش فيهم شفت كي منا ماشي ما كانش ميم لي ماشين ما كانش باش تشري وحدك هكا من بالراحه ما كانش ما يهونا في الطاو تمشي كي تطرا من هنا تخرب الطاو كله حتى لي ستوب باذن الله